السلام عليكم. أه بقرأ في كتاب اسمه المستخلص في تزكية النفس أه وهو كتاب عن الإمام الغزالي هينزل إن شاء الله قريب على تطبيق منطوق بجودة ممتازة إن شاء الله. أه ومجانا وحصريا. المهم أنا في الفيديو ده عايز أذكر حاجة بيتكلم على الصفات صفات الله اللي البني آدم أو العبد قد يكون أه قد يحتذي او قد يكون فيه من بعض الصفات دي ولو على سبيل المجاز فبيتكلم هنا عن صفه الودود الودود آه وبيقول لك إن, ال إن, ان ان انت محتاج تظهر الود لكل الناس واقربهم يعني الوالدين والارحام والجيران والوالدين والاصدقاء فالمسلمين فعامه المسلمين بل قد يتجاوز ذلك الى من هم على غير دينك بحيث ان انت تطمع فيهم ان هم يهتدوا بسببك او بسبب ودك. وذكر هنا ان يعني حديث انا عارفه من زمان بس لما قريته في هذا السياق والله يعني خدت, خدت كده ايه يعني مش رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كسرت رباعيته وادمي وجهه. قال إيه اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون يا أخي الواحد فينا لو مثلا حد ما ردش عليه مثلا ولا حد اتأخر على معاد ولا حد نسي مثلا يكلم حد كان موعد ان هو يكلمه ونسي ولا حد مثلا يا سيدي حتى ما 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 ذكرش حد هو كان نفسه يذكره على بالثناء والمدح ونسي مثلا يذكره بيتضايق وبيشيل في خاطره وبي... وبيبقى فيه غل وحقد وفي انما ده ده في حرب انت بس تخيل خلني يعني ايه عشان تحس المعنى تخيل السياق الواقعي الحياتي ان رسول الله انسان في حرب وضربت سنانه ووشه ادمي يعني انت تخيل انت في الحاله دي لو انت اتضربت واتكسرت سنانك انت هتكون في الحاله اللي تقول فيها اللهم اهدهم فهم لا يعلمون يا اخي صعبه صعبه الواحد جسمه بيشعر لما بي بيستشعر هذه المعاني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واللهم ارزقنا شربه من يده شربه ماء لا نظمأ بعدها ابدا السلام عليكم ورحمه الله